بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا في مسائل متعلقة بالجهاد والسير من التيسيرات الفقهية. قال المؤلف عفى الله عنه: مسألة حكم الفرار من الزحف. هذه قرانا التي قبلها. مسألة: ما حكم إحراق بيت الكافر مع من فيه؟ الجواب: إذا كان يحارب منه وما وجدوا دفعا للضرر إلا هذا فعلوا، وجدوا فيه مقاتلة ولم يمكنهم أن يدفعوا الضرر إلا بهذا فعلوا، وما إذا كان يمكنهم دفعه بغيره فلا يصلح. مسألة: حكم الفرار من الزحف. قوله: والفرار من الزحف لا إلى فئة إلا إلى فئة. الفرار من الزحف محرم، وهو من كبائر الذنوب. وقوله إلا إلى فئة أي يتحول إلى مجموعة من المسلمين، وإن كان ظاهره أنه فر من المشرك، إلا أنه ليس فرارا مطلقا، إنما يريد أن ينتقل من جهة إلى جهة، كأن يرى أن هذه الجهة ليست مناسبة للقتال ففر منها إلى جهة أخرى. فهذا ليس مذموما، استثنى الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي ينتقل إلى جهة أنسب للقتال، أو متحيزا إلى فئة، أي يفر إلى جماعة يحمونه في نفس المكان. فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، إلا في الحالتين اللتين استثناهما الله. وكذلك إذا كان الجمع أكبر مما إذا كان الجمع كبيرا لا يستطيع أن يقاومهم، فله أن ينسحب، وإذا استطاع بدون إظهار الفرار فهو أفضل، لأن الله أمر بمصابرة الضعف في أي آية؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أي يصبروا أمام 200. إذا كان العدد كبيرا وضعف المسلمون فينبغي أن يحصل انسحاب عن المعركة بغير صورة الفرار، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن قتلوا في المشركين من قتلوا، ثم انصرف ليلا في غير وقت القتال، وأشعرهم أنه جاء مدد وإذا به انصرف. فلو اجتمع 10 على مسلم له أن يفر منهم، ومأمور أن يصابر الضعف 2، بعد أن كان في أول الأمر مأمورا أن يصابر 10. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، فحرم الله أن يفر من أمام 10، ثم خفف الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال: أما الرجوع من الجيش في وقت لا قتال فيه، مرحبا، والثانية نسخت الأولى بعد أن كان مأمورا بالعشرة، مصابرة 10 نسخ الله وخفف. قال: أما الرجوع من الجيش في وقت لا قتال فيه فلا يكون فرارا من الزحف، كأن يكون هدأ القتال بين الطرفين اليومين أو الثلاث أو الأسبوع بسبب أتعاب أو أسباب أو أسباب نفرة في هذه الآونة،
يفرها لك لمغرب هذا، أو أسباب أخرى في هذه الآونة لا يعتبر فرارا. إذا استبدل المقاتلون، إذا استبدل المقاتلون فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل أقواما ويرجع آخرين ويحصل التناوب، ولكن هذا يكون في غير وقت الالتقاء، أما وقت الالتقاء فلا يترك ذلك. بيان بعض الأمور الجائزة فيما يتعلق بقتال الأعداء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. قال الشارح عفى الله عنه: قوله ويجوز تبييت الكفار، هذا في حق من بلغتهم الدعوة فيبيتون حتى وإن أصابوا من نسائهم وأولادهم بالقتل. وكان المسلمون يتخذون كلمات يسمونها الشعار حتى لا يقتل بعضهم بعضا في ظلمة الليل، شعار في أداونة يسمونها كلمة السر، يسمونها الشعار حتى لا يقتل بعضهم بعضا في ظلمة الليل. فقد ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. وفي سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، مقتبسة من آيات كثيرة، أي لا ينصر الكافرون. فاتخاذ الشعارات أمر طيب حتى يعرف بعضهم بعضا في أثناء الجهاد. قوله والكذب في الحرب، هكذا قال الشوكاني: وإنما الذي يجوز في الحرب الخدعة، أما الكذب فلا يجوز، ولكن المعاريض تجوز، صريح الكذب ما يجوز، ولكن قد يطلق على المعاريض كذب باعتبار أنك أفهمته خلاف الواقع. اتخاذ المعاريض جائزة، وقد يطلق عليها كذب ولكن ليست من الكذب المحرم. والأمثلة التي ذكر الشوكاني رحمه الله كلها من المعاريض، أما الكذب فمحرم، ولكن استخدم المعاريض. ومما ذكر الشوكاني يعني في شرحه الذي سماه الدراري المضية، ومما ذكر الشوكاني حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. فلما ذهب إلى كعب بن الأشرف أتى بمعاريض، فقال: إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا، أي أدخل علينا المشقة، أي أن التكاليف الشرعية فيها شيء من الكلفة، وما سميت التكاليف إلا لذلك، حيث إنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلما سمع كعب بن الأشرف ذلك قال: وأيضا والله لتملنه. قال: فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. فاستخدم هذه المعاريض، فلا شك أنه يقول قد اتبعناه وهو الإيمان، نكره أن ندعه نكره الكفر حتى ننظر إلى ما يصير أمره، هذا أفهمه أنه كره ذلك وهو لا يريد هذا، حتى ننظر ما وعده الله ويأتي الله بالنصر. فاستخدم هذه المعاريض، فلما سمع منهم هذه الكلمات ظن أنهم قد كرهوه. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال له: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جابر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم، قالت لهم امرأته: إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم.
قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه. قال: نعم، فشم. فتناول فشم، ثم قال: تأذن لي أن أعود. قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. فالشاهد أنهم اتخذوا المعاريث، ليس الكذب، إنما تستخدم المعاريث، ولم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ولا بعده الخلفاء الراشدون، وليست من صفات المسلمين. وما جاء في حديث: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب في شيء إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعده كذبا: الرجل يصلح بين الناس، يزيد في القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. لم يثبت، ضعيف، الثابت في الصحيح مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. وأما زيادة وما كان يرخص إلا في ثلاث فهي مدرجة من قول الزهري، مدرجات في الخبر. وحتى على القول بثبوته، يعني على قول من حسن أو صحح، حمله شيخ الإسلام على المعاريض لا على الكذب الصريح. قوله: والخداع هو ما تقدم، أنه يوهمهم بشيء وهو يريد خلافه، أو المعاريض هي من الخداع، والمعاريض والمعاريض هي من الخداع. عن جابر بن عبد الله أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. متفق عليه. ومحمد بن مسلم: ومن ما خدعه كعب بن أشرف وعانه الله على ذلك. الخديعة بدون أن تعطيه الأمان، أما إذا أعطيته الأمان ثم تخدعه فهو غدر وخيانة. وهم ما أعطوه الأمان، قالوا: نريد أن تسلفنا. ما أعطوه أمانا، هو فهم منهم أنه قد صاروا معه. فالخداع غير الغدر والخيانة. الغدر والخيانة تعده بالأمان ثم تنقض وعدك، أو تعطيه الأمان وتنقض، هذا لا يجوز. وأما أن يوهم بشيء وهو على خلاف ذلك فهذا من الخداع. هذا مسألة أخرى، وهو إذا جاء أحد المشركين يريد الأمان فيأمن حتى يسمع الدين ويبين له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.